أكد محافظ أسيوط جمال نور الدين ضرورة الحفاظ على الحواسب اللوحية أو التابلتس المسلمة إليهم والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها المنظومة التعليمية الجديدة في تنمية المهارات العلمية. جاء ذلك خلال توزيع هذه الأجهزة على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بمدينة أسيوط ضمن 24 ألف جهاز جار توزيعهم على جميع المدارس الثانوية على مستوى المحافظة في إطار حملة الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم وفقا لرؤية مصر للتنمية 2030 والتي أطلقها الرئيس السيسي، حيث شدد المحافظ على ربط الطلاب ببنك المعرفة وتدريبهم على البحث واستقصاء المعلومات وتنمية ملكة الإبداع ومهارات التفكير. وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن المنظومة الجديدة تعد نقلة نوعية للتعليم. طبعا النهاردة بنشهد حدث في تطوير الثورة الفعلية اللي بتتم في تطوير العمليات التعليمية. توزيع التابلت بحوالي 24800 تابلت على مراحل على عدد المدارس في المرحلة الحالية، ده هيغير منظومة التعليم تماما. منظومة الورقية المعتادة هتتحول إلى منظومة إلكترونية بحتة. الطالب هيبقى معاه التابلت عليه كل النظام التعليمي اللي هو بيدرسه، عليه كل المناهج، هيتسمح له ان هو يفحص على الانترنت في مواقع مؤمنة تحت سيطرة وإشراف وزارة التعليم. المنظومة هي النقلة الفعلية للتعليم، المنظومة هي اللي هتدخلنا التصنيف العالمي، المنظومة هي اللي هتخدم على البلد إن شاء الله. المنظومة الجديدة معمولة بفكر راقي، في خبراء كتير سواء داخلين أو خارجين مدوا إيدهم فيها وبدأوا وإحنا بدأنا في المحافظات وفي مديرياتنا إن شاء الله نطبق، وإحنا مصرين على نجاحها. قال محافظ بني سويف هاني عبد الجابر إن تطوير التعليم أصبح أمرا أساسيا لتقدم الدول. وفي تصريحاته لإكسترا نيوز كشف المحافظ أن توزيع الأجهزة اللوحية على طلاب الصف الأول الثانوي في بني سويف سيكون قد انتهى خلال 24 ساعة، موضحا أن المحافظة تسلمت من الوزارة نحو 17 ألف جهاز، حيث يحتفظ الطالب بهذا الجهاز حتى إتمامه مرحلة التعليم الثانوي. احنا بدأنا في تسليم 16600 تابلت لأولى ثانوي. التابلت هيستمر معاهم سنة أولى وسنة تانية وسنة تالتة. التابلت ده مغلق على العملية التعليمية وليس مغلق على المعرفة والبحث العلمي، مغلق على العملية التعليمية داخل الصف الأول الثانوي، ولكن منفتح في جميع الموضوعات المتعلقة بدراسة أولى ثانوي على مستوى البحث على مستوى العالم. تطوير التعليم أصبح أمر هام جدا لتقدم الدول، وإحنا الحمد لله في مصر بنواكب هذا الأمر.